فضيلة الشيخ، إذا تحدث شخص عن شخص آخر بدون أن يذكر اسمه مبينا لبعض عيوبه، هل يعتبر هذا من الغيبة المحرمة؟ نعم، إذا كان هذا العيب الذي تحدث عنه قد استفاض واشتهر أنه من فلان فإن هذا غيبة، لأن الذي يسمع سوف ينصب ذهنه إلى من؟ إلى فلان، فكأنه عينه بالاسم. وأما إذا كان غير معلوم ولا شائع، وقلت مثل بعض الناس يغش في البيع، يغش في الشراء، بعض الناس يشرب الخمر، بعض الناس يسرق، فلا بأس. يا أيها الذين